هذا كله عشان حسدك وكبرياك. ربنا يقول لك اسجد تقول ماني ساجد؟ رب العالمين يقول لك اسجد تقول ماني ساجد؟ انت مين؟ مين انت؟ والله ماني عارف ايش حتستفيد. ضيعت نفسك وضيعت خلق الله معك. ضيعت نفسك وضيعت خلق الله معك. جالس دحين في الارض ما في غير تقعد تقوي في الناس وتخرج داعنا للمله بس هذا شغلك وفي النهايه في جهنم. ايش استفدت؟ ما كنت هناك مع الملائكه وامورك طيبه. لكن في ناس اغويتهم لفترات طويله وصلت اعمارهم في الثمانينات في التسعينات ادوك خابور واسلموا في الاخير قالوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلوك تبص عمر والله من جد انك ابليس.